السلام عليكم الزول، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. تحياتي لكم جميعا اينما كنتم وحيث ما وجدتم، ونستناو خوتنا يتلاحقوا. راني بح بالعياط وبالزقاق وتواغ. بارطاجونا خوتي باش يوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من خوتنا. بارطاجي في المجموعات، في الجروبات، في الميسنجر، كيما تحب. الحاج عامر وناس الالمان وناس وهران، ربي يحفظكم. السلام عليكم سي بلال. رانا نستنوا في الخواتي لحقوا باش نبدو البث، باش الناس ما يفوتهمش الموضوع وما تفوتهمش نعيمة فايحي. دخلت بكونت فوق كونت نعيمة فايحي، على بالي بلي راكي هنا. نعيمة فايحي قاينا لك راجل تزوجي معاه، تزوجي انت. كاين واحد من بني فصيلتك قبل ما نبدو اللي هو مهني. مهني وانت تي وفرحه مهني كيف كيف. نعيمة فايحي تنجموا تزوجوا وتهنونا منكم في زوج من الاخر، لانك انت وياه كيف كيف. نستناو الخوات يتلاحقوا باش نبدو البث المباشر. بديتو خاوتي ولا مازال؟ المهم باش نبداو، كي تلحقوا 10000 نبداو ديريكت باش يبدا يطلع بالخف ويلحقوا عليه خاوتكم. بارطاجي لخاوتكم، كاين بزاف اللي ما يعرفوش الصفحه، كاين بزاف اللي يحوسوا عليه مساكن في اليوتيوب، كاين بزاف كل واحد اللي خاوتنا اللي راهم يحطوا في اليوتيوب. ربي سهل، انا ما راكم عارفين عقليتي، انا دي برك حط ما عندي ما سينيالي فيديوهات تاعي، ما نحوس نورمال عادي، ما عنديش مشكل كاع. احنا ما نشتاع ديروا لي جيم وابوني وفي اليوتيوب وخاطينا هاد الصوالح، انا ما بزنس بهم ما والو، هذه هي سمحوا لي بح. المهم الخوا الشبيبه الجزائريه، راكم شفتوا بدات مبادره الرانجيس ومبادره الحسين الرنجاس، مثل ما فعل السيسي في مصر عندما اخرج الثوره المضاده اللي هما الحسين الرنجاس، وقال لك اخويا نجيبوا الولايه الفلانيه والولايه الفلانيه دعما للمؤسسه العسكريه. هي خاوتنا المؤسسه العسكريه والجيش خاوتنا، بصح القايد تاعهم هذه اللي غادي يديروها نفس، غادي يديروها نفس باش ما يطيحوش خاوتنا في الفخ. وهي معركتنا قلناها الاولى، هي معركتنا تحرير الوعي، نفس الفخ اللي داروه في القصر تاع هذاك قصر الرناكه تاعهم اللي داروا فيه اللي لموهم لموا شبيبه وجابوهم ثم هذيك نسيت هذاك اسمه بابا، هذاك المؤتمر اللي داروه وجابوا فيه اللي قال لهم بلي كاين حمله تحسيسيه لمرضى السرطان ربي يشفيهم. كي دخلوا صبوا البانويات كاع تاع البانويات تاع بوتعويقه او بوتحنيطه. هذا هو نفس الفخ اللي غادي يوجدوه لكم السعيد متخبي ويعاود يخرج لكم الكارتون الزوج. غادي كي تخرجوا مسيره لدعم كما يقول لحاسين الرنجاس ويغلطوا فيكم، لانهم خبثاء وملاعين، لانهم مازالوا عبيد الرنجاس. النقاط اللي غادي نتكلموا فيها بالمناسبه، غادي نتكلموا على قضيه هذه المسيره تاع القايد فايح، غادي نتكلموا على فرحات مني وضربه تاع تيزي وزو جميعها، وغادي نتكلموا على هذا هو النقاط المهمة الأخرين كلام زايد. المهم غادي يديروا لكم فخ باش من بعد يدخلوا العناصر تاعهم لحسين الرنجاس والمخبرين والعملاء تاع المخابرات يرفدوا لكم كاع البانويات تاع القايد فايح، ويقول لهم هما كاع الشعب راه يدعم في القايد فايح، والقايد فايح اللي يدعم في السعيد بوتفليقة، ويحوسوا فقط من أجل باش يمروا الانتخابات تاع هذا. مخصهم غير ميساج غير صوره باللي تدعم في القايد فايح، هما ما بيهم لا مؤسسه عسكريه ولا هم يحزنون. هذا الطحاحنا اللي راهم يقول لك نخرجوا، علاش ما خرجتوش تتكلموا على نتحداكم تقولوا باللي نهار البريمير غادي تخرجوا وقولوا هضر وقولوا باغي ندعموا القايد صالح اللي يخرج لكم واحد
والله ما يخرجكم واحد، خرج ربي عريان يكسيك. نتحداكم اذا تقولوا باللي غادي نخرجوا ندعموا القايد فيح، وقول لهم شكون يجي معنا، واحد ما يجي معاكم. نتحداكم تخرجوا وتدافعوا على حقوق الجنود، وتدافعوا على 4 سنين اللي زايدينها للجندي والكابران والسيرجان ولا جودان، صف الضباط وصف الجنود، وخرجوا دافعوا عليهم لكم رجال. هاي خرجوا قول لهم بلي راكم حاقرين الجنود والكابرانات وزايدينهم 4 سنين تاع دومي روتريت. تخرجوش ما تقولوهاش هذه، انتم تحاولوا ديروا المكياج لقايد صالح. قسما بالله الشعب الجزائري عباكم بلي كتستفزوه، كتستفزوه. اذا خرجتوا تخرجوا 10000 20000 يقربوا لكم ب 40 مليون مراها من اجل اسقاط القايد صالح. راكم تناورون وتناورون، وهذا الذباب الالكتروني تحيه القايد في الكومنتات هذا تصيبه تصيب 5 تاع الناس حاليا 500000 كونت ومريحين في البيرويات وصغي كومونتي لكم 700 مليون كونت. اما الهضره في الميدان راكم شفتوها في البريد المركزي في الجي، راكم شفتوا استفتاء ماهوش تاع فيسبوك، استفتاء تاع تيران، استفتاء تاع ميدان. هاد الناس يحوسوا يمدوا الشرعيه للقايد صالح فقط. هاد العبيد هما نفسهم عبيد سعيد. الان عرفوا باللي السعيد راه مدرك مور الاخر، وعلى بالهم باللي هو راه يمشي، لان عبيد ما ينجموش يدخلوا العبوديه. على بالهم باللي معبودهم الاول اللي هو عبد العزيز بوطحنيطه. بارطاجي لنا خاوتي الفيديو الله يحفظكم باش يلحق لخاوتكم، الله يحفظكم خاوتي. باش سبوتش اما العبيد راهم يتنابحوا مساكين. على بالي شوف انا ما انا الذباب ما يهمنيش، لانني انا نخبط سيادكم، نخبط سيادكم في العكس. انتم مبح وعوي تحت حذائي ما تهمنيش، لانك بالنسبه لي نشوفك ذبابه، نشوفك خنز وفوح، ما نشوش فيك ومانيش مقيمك وتبات هنا تنبح وتعوي الا وانا عقاب سيادك وشواكك، ونخسر لكم كاع لي بلون اللي راكم ديروا فيهم للشعب. هكذا الشعب نوعوه ونعطوه الحقيقه. هؤلاء هم عبيد المخابرات، واللي غادي يوجدوا لكم ميرا هم طابعين لهنا، امبريمين تصاور تاع بقره الاركان لهنا. وبقره الاركان ما هو الا جرو، الا جرو عند السعيد، حب ولا كره. قولوا لهذا بقره الاركان يدخل لكم كاميرا كما داو فيها ابو عكاز وشفتوا بعينيكم بليميروت، يدي سعيد بوتفليقه للحبس. كيف يدي شريكو هذيك ما تصراش، يدي اللي يكتب لها البراوات، هو اللي يكتب لها البراوات، كيف يدي؟ وشكون غادي يكتب لها براوات باه يقابل بهم في التلفزيون؟ هذه النقطة الأولى، خوتي لا تقعوا في الفخ تاع العصابة، العصابة ما زالت تحكم. خير دليل راكم شفتوا أمور كيفاش راهي تمشي، والله لا على بالهم بواحد، الحكومة تروح منا وتنقص منا وتنقص من إيه، راح يدير في كل الخطط تاعها المخابرات الفاشلة، المخابرات المرتزقة. أنا هل قلت لكم نهار الأول قلت لكم البوليسية خاوتنا والجدارمية خاوتنا والعسكر ولادنا، ماشي كي خاوتنا ولادنا، أما المخابرات عبيد عند العصابة، سكلاف تاع العصابة، ما عندهم لا شفقة لا رحمة لا وطنية لا يحبوا البلاد لا والو، عبيد عندهم السلام، اللي يقولها ديرها يديرها. الآن راهم يخططون من أجل إعطاء شرعية لبغل الأركان أو كليف الأركان أو بقرة الأركان، البقرة فيها الفائدة فيها الحليب. وانا عمري في العالم ما كاينش كيف في كل العالم البقريه كل حشيش، غير حنا عندنا بقره تاكل الغزال، هذه غير في عندنا في الجزائر اللي هو بغل صالح. بلاكم يطيحكم في البياج، هما راهم يتفرجوا ديجا هنا، راهم برونشين جماعه المخررات، راهم هنا مبرونشين. قسما بالله فوتكم هذا الميساج ليكم، ونعيمه فيحي الكونت اللي كنت تمشي به الشتاء وعبالي بلي وراكي معايا داخل معاك بالكونت هذا، ونشوفك كي تطلعي وغيكونك هانيه، راكي تسمعي انت ثاني نعيمه بتلمع. كل هذا العبيد اللي راهم يجروا مور قايد صالح كلهم كانوا تحت صباط بوتفليقه وتحت صباط سعيد، ومنهم العملاء والمخبرين اللي كانوا متخبيين ففضحهم الحراك، منهم هذاك شريط لحاس الرنجاس، منهم بعض المرتزقه اللي كي كنا احنا نكشفوا في طحكوت وجماعه تاع حمله خليها تصدي، كنا خرجوا في الملفات، كنا خرجوا في الصور من داخل المصانع، هما كانوا يجروا مور الكاميو غير باش يبانوا، باه يبانوا حنا كنا نواجهوا بالملفات، ما كناش نهضروا تاع صور كاميو رافد زوج طوموبيلات وجري موراه وقبض وحده قولها قولي خليها تصدي، لا حنا كنا نجيب الملفات ونطردقوا فيهم. كي جا الحراك تاع 22 خرجتهم المخابرات تاعهم، خرجت العملاء تاعها للتيران دروك وبداو يتفضحوا بانوا صحيح.
راهم قريب يحطوا رونجاس قدامهم يقعدوا يصلوا عليه. الجيش نقولها ونعاودها، الجيش خاوتنا ولادنا، القايد تاعهم وخو العصابة لا علاقة له. لازم تفرقوا خاوتي ما بين الجيش ومؤسسة العسكرية اللي هي مؤسسة الدولة، وما بين العصابة المرتزقة اللي على رأس هذه المؤسسة واللي مدخلتها في حيط. وراكم شفتوا المعاناة تاع الجيش، المعاناة تاع خاوتكم الزولاء. إذا خرجتوا اللي راكم تقولوا باللي راكم مع المؤسسة العسكرية، إذا خرجتوا دافعوا على الجندي، دافعوا الحقوق تاع الجندي، ما تقدروش تدافعوا عليها. حتى علاه؟ اللي مغتصبها مغتصبها القايد ولاد القايد ولاد الشريف عبد الرزاق ونضال ونشنتوف تاع الكوكايين ولاد البي سعيد ولاد غيرهم من الجنرالات الاخرين اللي شريف وجماعه شوفوا راهم من لهن، راهم من لهن ولاد طرطاق ولاد اللي راهم دين ميزانيه تاع الجيش. هذوك ما تدافعوش على الجيش، العناصر تاع الجيش تاع عبدو القايد. إيمان خاوتنا كونكم واعيين وعارفوا بلي ما يخدموش بكم وما يتيليزوكمش لمصالحهم. هادو راهم يدو في كاسكروت من الكاشير الى الكورني دباف، بكورني دباف تشريه وتشري عائلته كومبلي كاع بقوطي كورني دباف. هذا الخردة ماهمش هادو زعما تاع لي يعرضوا عليهم اموال ولا ماهمش تاع وجوههم، تاع وجوههم شكون سمع بجدهم. هذا تاع رمي له كاسكروت هو يضل ينبح طول حياته كاسكروت. برك وكاين غير ديك على تاع ميرسي ميرسي لانهم خردة. زيد بعد ما بغاو يديروا استفزاز هكا وكذا عن طريق الحبوبه الكحله قولي انت تاع المسيره هذه، بداو يستفزوا في الناس ويسبوا فيهم ومن الزواف ويقول لهم بلي هذو اللي راهم كونتر للاخر. كل الشعب الجزائري راه فايق وضد بقرة الأركان وضد كل رؤوس العصابة، لأن القايد صالح قلت أنا قبل باللي راهو عنصر لا يتجزأ من هذه العصابة. وإذا بغى يفتح بقرة الأركان الملفات يفتح لنا على أخويا، راك تفتح في الملفات وتقول راني نحاسب. افتح لنا الملف تاع محمد منيب صنديد، يا أخي هذا والي وغتيل وابن الجزائر، ويشهد له ناس عنابة باللي الوالي محمد صنديد كان راجل وفحل وكان صنديد على الأقل أنه ما بغاش يمد أرض تاع الشعب يمدها لولدك. افتح لنا الملف شكون اللي قتلو، هي قتلو ولدك بومدين. هاي افتح لنا الملف على هذه مادامك تفتح في الملف، ولا تفتح غير اللي يساعدك انت، غير اللي يروجيك انت اللي تساعده، ولا اللي دير معاهم الكومبلوات اللي تفتحهم. كان يظن المخابرات والنظام العميل على انه مثلا كي يعتقلوا ربراب ولا حداد ولا خاصه ربراب، كي قال لك غادي كانوا يعتقلوا بلي يعتقدوا بلي قبيل غادي يخرجوا ويقولوا راني مع ربراب ورانا كذا ورانا منا. ففشلت الخطه تاعهم والقبيل واعيين وعارفين ويعرفوا كاع المونوبول، ماشي جديد عليهم اللعب هذا تاع الخبث تاع السيستم. عرفوا البوبينا وعرفوا المسرحيه اللي دايرينها هما وربراب وليكيب، فما خرجوا لهمش. واش يديروا لهم؟ واش يديروا دوكا بعد ما غرقوا؟ راحوا يا اخي. انا اول كنت نقول وهذه تشهدوا عليها نتوما بلي كنت نقول لكم بلي الجامعات الجزائريه ملغمه بالمخابرات. يا اخي ماشي نقول فيها جديده كي صرات اليوم هذه تاع مهني وليكيب، يا اخي قلت لكم مده الديبي قلت لكم كاين الجامعات والاقامه الجامعيه ملغمه بالمخابرات. صح، كيفاش الجامعات اللي ملغمه بالمخابرات تفوت على السكايب ديريكت جماعه الحركه الانفصاليه وعلى راسها مهني؟ كيف تفوتها في ذا الوقت؟ يعني كيما سقت لكم تاع ربراب روحتوا تجيبوا لهم في مهني، وكيفاش فوتها ديجا تفوت عليكم هذه قبل ما يفوت سكايب تبي يفوت عليكم انتم الجامعه تاع معمره مخابرات؟ هل انا اللي قلت لكم باللي صانعه الماك صانعه النظام؟ قلت لكم من الاول صانعه يمشون بالتليكوموند كيما مشوا غيرهم يمشوا فيهم بالتليكوموند. وراكم شفتوا الدليل القاطع اليوم، اليوم في الجامعة ديريكت بالسكايب وبالبلازما الكبيرة هذا كرونتيكرا. من أجل ماذا؟ من أجل لأن القبائل ما حبوش يركعوا لهم من ذاك العام، وهما وكل الجزائريين دروك الآن راهم ضدكم. كل الجزائريين روح ركز على منطقة ولا على شيء واحدة أخرى، الجزائريين كلهم راهم ضدكم يا العصابة. تجيبوا واش تجيبوا؟ تجيبوا مهني، تجيبوا لي تجيبوه قسما بالله، لأن هدفكم نهار نشأت حركة الماك تشويه صورة القبائل الأحرار اللي ما يروندوش اللي قالوا لكم أنا الرز ولا نكنو
تهرس وما نحنالكش وما نركعلكش، نقطع وما نركعلكش. الان جيبوا واش تحبوا، اللي تحبوه جيبوه، والله ما يروندو، والله ما تقدروا تشوهوا صورة خوتنا، لان معركة تحرير الوعي وصلت عند الشباب والناس فاقتكم، ولازم تفيقوا باللي فاقوكم كاع الشباب وفاقوا كاع الحيل تاعكم. هكذا شكون البديل تاع القايد صالح؟ تما قايد صالح ولا تما بديرونا نتوما كيما بوتفليقه، تقولنا شكون البديل؟ ايا راح بوتفليقه، ايا ونحينا بوتفليقه. شكون البديل تاع تما بوتفليقه؟ كاين غير هو في الجزائر، ولا من 500,000 عسكري في الكازيرنا ما كاش راجل وما كاش بحال في نظركم انتوما. هذه تبغى توصلوا لهذه الفكره، تما كاع كازيرنا كاع في كل الجزائر يا اخي ما كاين غير قايد صالح، هكذا اللي بغى توصلوا لهذه الفكره. ما كاينش شرفاء، قول لي قايد جهل اني معاك. القايد صالح حمار وما عندوش حتى مستوى فيما كان في المؤسسه العسكريه. كاين ضباط ما شاء الله، كاين ضباط قاريين وعندهم كفاءات وعندهم يعني عندهم شهادات عليا، وكاين اللي دارسين حتى في الخارج في المانيا، رسلوهم هما قراهم خسروا عليهم ملايير في الالمان، وقراهم في الامريكان، وقراهم في دول العالم كاع في الخارج، رسلوهم التكوين وكذا، تجيبوهم يحطوهم في الحداده ويقيسوهم في يقيسوهم في السحاري ويقيسوهم، رغم ان عندهم تخصصات لقيت صالح ما يسمعش بها كاع وما يعرفهاش. كاين رجال شرفاء في الجيش، علاه ما تخلوش الرجال تخدم؟ علاه ما تخلوش الشباب اللي عندهم كفاءات يخدموا؟ لانكم القاده اللي فوق كلهم سراقين ونهابين ودمويين زيادة على ذلك، قتالين، ما هيش حاجة غير في السرقة وحبست. ولد القايد صالح روحوا سقسوا يا خويا، ما تسقسوش أمير ديزاد، روحوا العنابة حكموا أي واحد من عنابة، قولوا حكي لنا، نعطيك الأسامي أنا، قولوا حكي لنا على عادل ولد القايد، حكي لنا على بو مدين ديدو ولد القايد، حكي لنا على مراد ولد القايد، حكي لنا على ولد ولده وليد، يحكوكم خوتنا ناس عنابة، يحكوكم الناس عنابة على كل الفضائح تاع ولادهم وكل الأملاك اللي عندهم والعمارات والشقق والأراضي والشركات والوزنوات والمصار، كلهم يحكوكم. هذا مخاوتكم عنابة سيدي، ماذا قبضوا أي واحد من عنابة، ولا روحوا دخلوا للتعليقات، ولا روحوا للمجموعات اللي جروب تاع ناس عنابة يحكوكم، لأنهم عايشين في وسطهم. أما هذو اللي هم يلحسوا في الرونجاز، هادو بكاس كروت يبيع يماه، يماه يبيعها بكاس كروت، راهم طايحين عليا انا وزيطوط هاد الايام طيحه. ما تامنش، لاننا اوجعنا اسيادهم، لاننا ما قبلناش لا بالعروض تاعهم. العروض دوك يسمعوا بها هاد الخرده، احنا ما نحكوش على هاد الصوالح، العروض دوك يسمعوا بها هاد صحاب الكاس كروت انتحروا، يعرفوا روح ربيعوها بكاس كروت. الناس راهي تعرض في ملايين دولارات، هو راه يبيع في روحه وفي اهله، ويتحمل في السب والشتم في التعليقات من عند الاحرار على جال كاس كروت. الناس اللي تعرض عليها في الملايير المماليره باه تسكت، يا الخرده يا الفوحه، الناس راهي تخلص باش تسكت برك، وما رضيناش. بلوك علينا الفوحه. المهم راكم شفتوا ثاني نعيمة فيحي، بالمناسبة أنا بغيت نذكرها نعيمة بتلمى، دائما كل ما ندير فيديو لايف كاين هي وكاين سعاد عزوز الفايحة مرت أنيس نحماني والدقومي، يسرقها الرجلها لمين شيخي، هادو نبغي نحكي عليهم بزاف. كاين نعيمة بتلمى اللي شفناها مؤخرا دايرة حيحاية ودايرة القيرة، دايرة القيرة هي والمسطاش ذل تاع رجلها في الطوموبيل يا خويا، وتبهدل وراح جاب التصويره تاع محمد العربي زيطوط، ودارت لهم وراها دايره موراها بارمان ولا بار ولا كسم جدبابه بار، دايرتها موراها ستيفه تاع ويسكي، وحاطتها لان غاضها ما تعرض له بوجر السلطاني من بزيق وسب، اكثر ما داد البزاق بزاف في 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 باري، غاضها الحال وراح طيحها على سيطوت.
حاطه وتسب فيه وتطيح له. وهي لا بالرغم انها ما تلحقش حتى الحذاء تاع محمد عربي زيطوط، هذه راهي بايعه روحها وشرفها وفاميلتها وعائلتها، وراجلها باعته، راجلها بيعاته على جا كاسكروت، هذا تاع كاسكروت باعت على كاسكروت، بما ان زيطوط كان بغى ينيغوسي معاهم كره الملايا. انا مره من المرات هذه عندها مده، عندها شحال، وزيطوط بالمناسبه نهضر معاها انا طول زوطو يعني يوميا، نقصروا تعيطوا كذا. المناسبة هي عندها مدة ثاني، كنت جديد شوية أنا يعني، كي تشوف الناس تسب فيك وتطيح لك هذا تاع الشيتا وتاع معلم وجعناهم، شفتهم ثاني يطيحوا زيطوط، جاتني بيزار. كنت جديد، بعد كي توالف وتشوف وتعرف وين توجعهم وين تضرهم، لا رياكسيون تاع الخردة، المخابرات تاع الزيغ والمخابرات تاع العهر والدعارة، المخابرات هذه شفت زيطوط يطيحوا له بالاهل تاعه كذلك. بعث له ستاتي، هذه جديده، هذه قديمه عفوا، عندها شحال، قال لي كلمه، قال لي يا امير انا بعت عرضي لله سبحانه عز وجل، قال لي انا بعت عرضي لله سبحانه عز وجل، قال لي لو ما عندك ما غادي تشوف في هذا الطريق. وحقيقه شفت وشفت وشفت الحقاره تاع هذه المخابره تاع الخرده، والحقاره تاع الناس اللي تتبع الكاشير، والحقاره تاع اللي يبيعوا ارواحهم، لان فيك تكون في هذا الميدان عندك ما تشوف، خاصه كي تكون تواجه في عصابات، خاصه كي تكون تواجه باسمك وبوجهك ويعني راك صادم، عندك ما تشوف منهم، خاصه اذا كنت توجعهم، خاصه اذا كنت تضربهم في الصميم وفي اللاكس، عندك ما تشوف منهم. راكم شفتوا انا الحملات هذه جايبين حتى ورقه، وقال لك امير هاي كارطة امير شاد، انا عمري ما شفت شاد في الاوروب عندها كوارطه، شاد بكوارطه هذه مش هذه عند صاحب الكاشير في فيسبوك. معليش اعتبرونا كيما تبان في رسالكم، ديرونا كيما تبان لكم في رسالكم، ولكن كاينه حاجه زيدوا ديروها في رسالكم، باللي قسما بالله ما نطلقوش واكركم، وراهم يشوفوا فينا شواكركم، على بالي تبعونا، باللي نقولها لكم دروك مباشرة، هاد الجراء والجراو اللي راكم طالقين، هاد الجراو اللي راكم طالقينهم، قسما بالله ما يزيدوا ما ينقصوا، زيد كونترار غادي يزيدوا يشحنونا باش نزيدوا نعفسوا عليكم أكثر. قول لي علاه، لأننا كل ما ينبحوا أكثر نعرفوا باللي وجعناكم أكثر، كل ما يزيدوا ينبحوا كيما طلقتوا هذاك شريط ينبح ويعوي. مع تحياتي الأحرار الجلفة، الجلفة بلاد الأحرار، هاد الخردة تمثل المحيط تاعها والمنبع تاع الأهل تاعو، ومن خرج الزيغو اللي خرج منه. أما الجلفة ولاد نايل بلاد الرجال وبلاد الفحولة واللي ما يتباعوش، هادو متبريين منهم المنطقة تاعهم، كيما احنا متبريين من العربي بالخير اللي هو جاري اللي هو خردة اللي هو مجرم وكريمينال، كيما خاوتنا قبيل متبريين من أويحيا وحداد وغيرهم من السراقين، كيما الشاوية متبريين من القايد فايح والعصابة تاع خالد نزار، لأن كل هذه المناطق فيهم رجال وفيهم مقاومين وفيهم اللي يواجهوا، ورانا نشوف فيهم في 48 ولاية كيفاش راهم يواجهوا في العصابات اليوم. فهمتوا خاوتي؟ ما هذا الناس اللي حاسب انت القايد، وهذا قايدي بحيت جا قايدي، واش دار؟ هذا قايدي تاع المخابرات اللي جابوه جديد، زعما جا مقاري، زعما قال لك ماهوش بغى كيما طرطاق ولا زعما، قال لك زعما شويه قاري يفهم في الـ في الـ في التكنولوجيا والعصرانه، اي راح جاب لهم دار لهم صفقه مع الامارات باش يجيبوا كوطا تاع فيسبوك، اي قال لهم ديروا ذباب الكتروني، وهذا الذباب شي يدير، هذا الذباب ديكومونتي له تعليقات متتاليه، تعليقات يعني تعليقات كيحطوا على التعليق يكون هو كوبي كولي وبنفس الصيغه ونفس كذا، ويجوا راكم تشوفوا فيهم انا واش يكتبوا في التعليقات الاخرين، هذوك كلهم ذباب الكتروني، تسيره ماشينه ولا ماشي زوج ماشينات مع بعض، يحط كي تحط بيبليكاسيون اوتوماتيك يبدا يعلق تلقائي. وكاين اللي عنده حال 5000 كونت، هو غير واحد يمشي في 5000 كونتاكت، طاك 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 تبروكيه من يطلق لك يدخل لك بالزوج بالثالث بالرابع بالخامس باش يوجهوا الراي العام، باش انت يحسب روحها بلي اثر عليك في التعليقات. زادوا واش داروا صفحات، كاين صفحات اللي كانت تابعه ليهم ومتخبيه، واليوم راكم تشوف فيهم، انتم راكم تكتبوا لي في التعليقات يا امير الصفحه الفلانيه راهي باعت الماتش، لا ما باعتش، هذيك من بكري مبيوعه، هذيك من بكري تاعهم،
من بكري تاعهم، فقط كانت تمشي. اما راك يجي الوقت اللي يستحقوها باش يواجهوا بها ديريكت، يخرجوها للتيران ديريكت. واحدة تبيع الطوموبيلات، واحدة مقاطعة الطوموبيلات، واحد مسمي روحها تاي كشرب كاك تشرب تاي وراني جاي ومش عارف، حتى مسكين تأثر سما روحو ديزاد ولا يمشي يمشي بروسي، ولا اللسان تاعها يدلها تال هنا ويضرب الحصان روجيس من تحت تاع القايد، وقايد كرعها كبير، القايد رجليها كبيرة يضربها بالحصان سيراج ديميس من القنت للقنت، وزيد يطلع مع الرولو الفوق ويتعشى بالتقشيرة تاع القايد ويتعشى بالتقاشير تاع القايد. مالا هادو من بكري باعي الماتش. انا كنت نقول لكم بلي مع الوقت عارفوهم، لان الزمان يكشف. الحمد لله رانا ثابتين على الموقف تاعنا، الحين اللي بدينا فيه نكملوا فيه، حتى نكملوا حتى نكملوا هذه المعركة مع العصابة. اما الناس اللي تعبد القايد وتعبد توفيق وتعبد السعيد وتعبد الاشخاص، هذوك مرتزقة، هذوك مرتزقة. والحاجه الاخرى، راني مريض وراني مغريبي خاوتي، زيدو تحوسوا عليه حوسوا عليه حوسوا عليه حوسوا عليه حوسوا عليه، ما قوا والو، جاب لي كاس فنجان تاع كاس تاع تاع تاي ولا يقول لك صايق بطنا فضيحه عالميه. زيطوط واش هي؟ شرب في الويسكي يودي يشرب لاسيد. اذا كان تحليلات اللي مت فيها زيطوط، تحليلات اللي مت فيها وهو سكران، لكن ماكم تقولوا يبان هاد السيد لو كان يصحى يدخل قاره في قاره، تسمكم تعترفوا به. هذه النقطه الاولى. النقطه الزوجه يبعثوا لقد لقى القبض على من؟ هي بعد ما كنت تقولوا بلي لقى القبض على من، واش كانت بكري ثاني كنت تقولوها لقى القبض على من؟ راه لقى القبض على ضابط، شكون هذا؟ قال لك ضابط في بن عكن ولا تاع مخابرات ولا تاع واش مش عارف، ما له هذا. وقال لك يسرب الامير راهم قبضوه. ها يتسمى هذا اللي كان يسرب الامير، كل خطر تجيبوا استوار بصح معليش نمشوا معكم غير في هضرتكم، غير اللي تهضروا بها نبين لكم بلي ضعاف. هي هذا اللي يسرب الامير، مش بيه هذا تاع الذباب. وقطوحين بالتعليقات وكذا، نفس التعليقات يعاودوهم. ما له هذا السيد وش به؟ لا يسرب الامر قبضوه. ها قالك صايي قبضوه، وراك تسمكم تعترفوا باللي المعلومات صحيحه. كنت تقولوا فرنسا، ومن بعد قلتوا اسرائيل، ومن بعد قلتوا ما عارف انا قطر، ومن بعد قلتوا الهند، واليوم راكم تقولوا عندنا داخل في العشره ما يسربوا له من العش. افهموا رواحكم انتوما، ديجا راكم تيروا برك على بالي بلي ماكمش عارفين. انتوما راكم حاسبين واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، يراهم مئات المصادر، وفي كل قنت وفي كل دورة وفي كل مكان، وندورو نعطيكم محاصركم في الداخل وفي الخارج، برا والداخل كل شيء لحقني. وما زمان يحطوا واد، لأنني نعرف وين نضرب ونعرف شكون نضرب وقتاش نضربه وقيساش، واللي ما نضربش وقتاش يزيد يضرب، كلش بالحساب. هذه باه نقولها لكم، زيدوا سجلوا اللايف ودوه وحطوه في اليوتيوب، وقال لنا كذا وقال لنا قول واش تحب، اننا نعرفوا كيفاش نوجعوكم. تكتيك سي محمد هكذا. هذا الفيديو يا شريط الاخضر يا ولد الزهراء، هذا الفيديو تعرف تدي له، هذا الفيديو زيد فوته لي في القناه تاع ولد البوليس تاع محيقني، راجل مدينة الحشيش البوفياسا، فوته ثم وزيد قولهم باللي هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا هكذا، لأنني أنا ما نلتفتش ليك. أنا أعطيتك الحس مرة من القناة تاع الشرق الأوسط، وخسارة فيك هذاك الوقت اللي مديته لك نص ساعة. ماشي ليك أنت أصلا، راك تضرب في سيدك أنت، لو ما أنت جرو تاع مخابرات حاطينك ثما والسلام، الناس قاع عرفاتك وفاقت لك، انت جرو ما الا يجرو. وقعد ثما يكتبوا لك في السكريبت، وانت فوت في فوت في في عمر جيبك. احنا ما عندناش وقت ليك، لان المشكل المعركه تاعنا مع سيادك، حتى تعرف باللي المكان تاعك بلي انت خرده. اذا هضرت عليك نهضر عليك في لايف كي معك، باش نروح ندير حصه ونرتبها ونوجدها وندير لها المونتاج وكذا، اللي الفوحه كيما انت ما تستاهلهاش.
ان وقتي يضيع على جالك هكا. شنو ديجا واش هضرت عليك فت عليك هكا ريح، انا ما عنديش ما نضيعش وقتي عليك هكا بصافي. في الفيسبوك مبهدلك ويقولك بلي انت يا رخيص وطحان وما تسواش، وديجا راهم قالوها لك الشباب في الميكرو تاع القناه اللي تهضر فيها، قلت لك الميدان بيني وبينك، الميدان تيران هكذا. احنا مشي نديروا الماكياج، نديروا ديك الموسيقى في الحصه، ونبداو نخرطوا على الناس. احنا نواجهكم بملفات تاع شواكركم، اللي هو خاوتي نقول لكم الاخير اللي غادي يخرجوكم كما الضربه تاع القاعه البيضاويه، كما الضربه تاع القاعه البيضاويه اللي عمروها بمناصرين بوتفليقه ذاك العام، والناس ما على بالهاش، ويقول لهم بلي رانا جايب لكم حمله تحسيسيه لمرضى السرطان ربي يشفي خاوتنا، ومن بعد دخلوا صابوا تصاوي تاع بوتفليقه. نفس الشيء غادي يخرجوكم باسم المؤسسه العسكريه اللي هما خاوتنا، ولكن ستجدون ارواحكم تلحسوا في الصبات تاع القايد، وتسيبوا الناس اللي بدين تصاور تاع القايد، وتسيبوا الناس تمجد في القايد، وهذا الهدف تاعهم باش يروحوا بكم ديريكت للانتخابات القادمه. وشي كاع اللي درتوه، كاع الحركات 10 اسابيع وحنا نخرجوا، كاع هاد الحركات غادي تضربوه في الزيرو، كلش غادي ينضرب في الصفر. هذا اللي نقوله لخاوتي، وان شاء الله تكونوا واعيين وتعرفوا واش راكم ديروا. الجندي والكابران خاوتنا، وحنا اللي كنا ندافعوا عليهم، شي هاد الخرده حنا كنا ندافعوا الاكل تاعهم، اللبس تاعهم، الخلصه تاعهم، التقاعد تاعهم، الميزيريه اللي عايشينها. وانتم شاهدين قبل الحراك واش كنا نكتبوا على خاوتنا الجنود والمعاناه تاعهم، سواء في جميع وزاره الدفاع، سواء في الجدرميه ولا في العسكر، وكتبنا حتى على لابوليس والحقره اللي عندهم. ما كاش اللي نجم يزايد علينا ويقول لك بغي تركب الحراك ولا، لان قبل هذه الخرده ما تبان كنا احنا ندافعوا على خاوتنا العسكر، والعسكر يشاهدوا بهذا الشيء، ما نجموش يركروه. والرسائل اللي راهم يبعثوها لنا خير دليل، والشيء اللي كنا نحطوا فيه، وراه كاين مئات الصور كما العاده تاع المسانده رسلنا خاوتنا من الجيش، ومن بعد بدنا نحطوا لكم فيهم وتشوفوا الاراء تاع العسكر ضد بقره الاركان وضد المرتزقه اللي ياكلونه في حقهم، بس ما يخلوهمش يهضروا، ما يخلوش العسكر يهضروا. هذا الطحاحنا اللي هم على راس الجيش، ما يخلوش العسكر يحكوا عن المعاناه تاعهم واموالهم لا تنهب، ولكن احنا نخرجوا فيها للشعب. معليش نتعبوا باش نجيبوا المعلومه، ونتعبوا باش نجيبوا الادله، ونتعبوا باش نجيبوا هذا الشيء والصور، ولكن نوصلوا الصوت تاع خاوتنا، لانهم هذوك ثاني خاوتنا ومضرين كيما احنا. ما تخلوهمش يركبوا على ظهر خاوتنا العسكر، لان هذا العصابه المرتزقه بها مخابراتها حكمتنا من 62 الى يومنا هذا باسم واش؟ باسم جبهه التحرير الوطني، اسم باش بالثوره وبالمجاهدين ربي يرحمهم، بالشهداء عفوا ربي يرحمهم. اليوم بعد ما انحرقت الكارطه تاع الافلان، وانحرقت هذه تاع بانوا حقيقتهم الحركه اللي متخبيين وراء اسم الشهداء، اللي مش يديروا يحوسوا يركبونا باسم واش؟ باسم خاوتنا الزواوله اللي في العسكر، الجنود والكبرانات يتكلموا باسمهم، ولكن العسكر حي والجنود احياء، ويقولوا لكم الحقيقه تاع هاد المرتزقه، ويحكوا لكم الحقيقه تاع هاد المرتزقه. لو كان يخلوهم يحكوا عندكم ما تسمعوا، لو كان يعطوهم الامان باش يحكوا، لان هذو دي كريمينال، هذو الجنرالات معمرين الحباس تاع تريبينال ميليتير بالزواوله اللي هما جنود. روحوا دافعوا لكم باش ديروا باسم نؤيدوا المؤسسه العسكريه، اتكلموا على الزواوله اللي هم في التيام، بالك انتم راكم تلحسوا في الكاشير ما تعرفوش واش هو، ما با تيام تلحس في الكاشير والسلام، تلحس في الرونج ماكش عارف واش هو التيام. تريبينال ميليتير، وراهم كاين المحاكم العسكريه، وراهم السجون العسكريه، وشوفوا الزواوله الجنود اللي راهم مساكين تما يعانوا. واحد داين على كاروز طلع مسكين مديناه بعامين، واحد داين على، احكوا على هادو، دافعوا على هادو، ما تدافعوش على الطحاحنا لانكم عبيد رونجاس. وكي نقولوا رونجاس راني نتكلم على الجنرالات، فرق ما بين الجيش اللي هما ولاد الشعب وما بين الجنرالات المرتزقة. والقايد صالح قبل ما تكلم باسم الجيش وباسم المؤسسة العسكرية، ادفع ولادك يروحوا للارمي، ونتحداكم اي ولد جنرال يفوت في الارمي، او فوت الارمي، او حتى كولونيل كاع يفوت في الارمي، ما يفوتوهاش. ولادكم ترسلوهم الامريكان، ترسلوهم الالمان، وجيت تكلم باسم الزواولة اللي راهم ضروك في ولاد الشعب، تكلم باسمهم وتبزنس بهم وتتخبى بهم وتضرب الشيطان السعيد بهم، بقى لكم غير الجنود مساكين بزنسوا بهم.
هذا هو واش بقاكم، بقاكم غير جنود والكابرانات مسكنة راكم تبزنسوا بهم. تحياتي لكم خوتي، انا مرض والله ماني قادر نكمل غدا ان شاء الله، ندخل مع خوتي في لايف ان شاء الله يكون مليح. ربي يحفظنا ويحفظكم ويفرج على خوتنا، ودمتم في رعاية الله وحفظه.